المواطنين والمقيمين. أولا أمسي عليك بالنور أستاذ فواز والدكتور علولوة وعلى كافة طاقم البرنامج. يا مرحبا بك. تجاوب المواطنين في الحقيقة. نعم بالنسبة في الحقيقة يعني لا أجد أبلغ من مقولة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين. نعم. لما قال بأن كل شخص واعي مشارك في الإجراءات هو أفضل داعم للجهود المشتركة اللي تبذل اليوم لمواجهة فيروس كورونا. صحيح. هذه المقولة الحقيقة اليوم صرنا نشوفها على أرض الواقع، مترجمة على أرض الواقع. اليوم أيضا توجيهات سيدي صاحب المعالي وزير الداخلية اللي كانت من اللحظة الأولى اللي بدأت فيها هذه الجهود المشتركة، كان معاليه صراحة يعني شخصيا حريص، كان ولا زال حريص ودائم التركيز على ضمان ديمومة عملية التوعية والإرشاد. معاليه دائما ما يركز على أهمية هذه العملية، لذلك كنا حريصين على تنفيذ هذه التوجيهات بدقة واحترافية. اليوم مع صدور القرار الوزاري بإلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمحال التجارية والصناعية، أيضا جاءت التوجيهات متزامنة مع بتكثيف عمليات التوعية والإرشاد، ومن خلال الرصد والمتابعة والانتشار الواسع في المديريات الأمنية لاحظنا بأن هناك تجاوب بنسبة عالية جدا من قبل المواطنين. صحيح. والمقيمين بالإرشادات والاحترازات الوقائية، وهذه حقيقة يعني هذا يعني نشكر عليه المواطنين والمقيمين على هذا التجاوب وهذا الوعي العالي اللي يتمتعون فيه بلا شك. راد علي، يعني كيف تشكل التوعية مدخلا للتنفيذ والإلزام؟ الحقيقة هناك الكثير من الجهود المبذولة في سبيل نشر التوعية المجتمعية لكافة شرائح المجتمع. رفع مستوى الوعي حقيقة حاجة مهمة للغاية، الوصول يعني عشان نوصل لأقصى درجات الوقاية والإحاطة من تداعيات هذا الفيروس. اليوم ولله الحمد المجتمع البحريني بكافة أطيافه والمقيمين فيه يعني لا ينظرون إلى هذه القرارات الصادرة نظرة الإلزام، لأن المجتمع اليوم البحريني بلغ من الوعي ما لم تبلغه بعض المجتمعات الأخرى في كثير من الدول. اليوم المجتمع البحريني الواعي والمقيمين الواعيين في المجتمع البحريني يرون هذه القرارات والإجراءات الاحترازية على أنها جهود مشتركة إضافية تقيهم وتحميهم من أي تداعيات قد يسببها فيروس كورونا مستقبلا. صحيح. طبعا الرائد علي نجم رئيس وحدة الشؤون القانونية بمديرية شرطة محافظة العاصمة، كل الشكر والتقدير لك.